عايشه الزوجه ديال اللاعب الرجاء الرياضي سعيد فتاح، مرحبا بك في موقع الميادين بوان ان. عايشه تداولت في الاونه الاخيره بعض الصور ديال فتاح وديال اللاعب الوادي، وكانت خلقت واحد الجو وربما شكلت واحد المشاكل العائليه. كيفاش تقبلتي هاد الصور؟ كيفاش تشوفي بعد اولا هاد الصور اللي تنشرت على المواقع الاجتماعيه؟ اولا الصور انا ما عنديش مشكل فيها، لان الواحد اي واحد يقدر يغلط، يعني ماشي هو بالضبط، احنا كنا كنقدروا، كنا بشر، مادام الله كيسامح العباد ديالو علاش احنا كبشر علاش ما نسامحوش بعضياتنا؟ وما فهمتش انا علاش هاد الجمهور، انا اللي ما عرفتش، انا اللي كيعنيني الامر ما درتش هاد الضجه اللي دار هاد الجمهور وهاد الناس هادو، ما فهمتش لينا فريد كاع ها هو كاين هذاك الشيء، ماشي فوتوشوب. مالهم هذيك حياته الشخصيه، هيك 90 دقيقه كيديرها مزيانه، اش بغاو في حياته الشخصيه؟ ماشي سوقهم، اشنو حيت شافوه غادي في الى ان بون ريتم دابا ما بغاو ينزلوا من المعنويات ديالو؟ ايزون با لو دغوا، سي سافي بريفي، كاع يبغى يتزوج بها ما عنديش مشكل. واش ما تظنيش بان هذيك ربما دوك الصور، ربما دوك الاعداء ديال النجاح ديال سعيد فتاح والتحاق ديالو فريق الرجاء، ربما هما اللي يقدروا كما كان التقنيه الان ديال التصوير كما قلتي الفوتوشوب، ممكن تكون هاد الاشخاص اللي تيكنوا العداء لسعيد فتاح هما السبب وراء هاد الصور. سعيد فتاح غادي يبقى ديما سعيد فتاح وسط الميدان، يعني هاد الاعداء غادي يعيو ما يديروا عيو، واحد النهار اللي غادي يعيو ديال بصح ما يبقاوش يديوها فيه، وغادي يطلع عاوتاني واحد لا جينيراسيون اخرى وغادي يشدوا شي واحد من ديك لا جينيراسيون اخرى وغادي يبداو يهضروا فيه عادي. هو انا قلتها ليه، قلت ليه سعيد هادشي اللي طرا عادي، الله يجعلو مغفره للذنوب، وما لا كارير ديالك هي فاش تفكر، انا ما عنديش مشكل، انا بالعكس انا جو سوي لا بور لو كوراجي، وباش نعطيه واحد باش يكون ديما حاضر ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى، انا كنتمنى بلي داكشي ما ياثرش عليه ان شاء الله. شنو هي الرساله اللي يمكن توجهها للجماهير الرجاويه؟ انا كنعتذر ليهم نيابه عن الزوج ديالي، وما عرفتش هو سي فري كان خاصو يحترم كيف ما قالوا هو اللوغو ديال الرجا، ولكن مسامح كريم وصافي، وكنتمنى لهم مساندة من الطرف ديالهم، باسكو بلا جمهور اللعابه ما غاديش يكونوا. عائشة تنشكرك، كنت مع الميادين بوكم، شكرا لك.